نحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده وصفيه ورسوله، ادى الامانه وبلغ الرساله وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، نتابع هذا حديثنا دائما في إطار الموضوع العام اللي هو الحديث عن الفتن وسبل الوقاية من هذه الفتن وكيف نتحصن منها بطبيعة الحال. وأول ما نتحصن به الأول قبل كل شيء هو معرفة هذه الفتن وفهمها ومعرفة سنن الله سبحانه وتعالى في الابتلاء بهذه الفتن، وسنن الله سبحانه وتعالى كذلك في حفظ أوليائه ومن اعتصم به بطبيعة الحال، لأن هذا هي بداية التحصن من الفتن، بداية الطريق والأخذ بأسباب التحصن من هذه الفتن. وكنا آخر ما كنا نتحدث عنه في هذه الأسبوعين الماضيين كنا نتكلم انطلاقا أو نتدبر، كان تدبرنا لآيات من سورة النساء اللي كتكلم على هذه الفتن، وقلنا بأن هذه الآيات هي لخصت الله سبحانه وتعالى كما قص علينا، وسنعود إلى هذا القصص كيف قص علينا الله سبحانه وتعالى الخبر ديال المنشأ العداوة المنشأ بين إبليس عدو الله وبين أبينا آدم وبين إبليس وذرية آدم بعد ذلك، وما توعد به إبليس وما نذر نفسه وحياته له بطبيعة الحال، وكيف حذرنا الله من ذلك، وكيف الله سبحانه وتعالى دلنا في كتابه بعد أن قص علينا هذا الخبر، كيف أمرنا لا ننسى أن لنا عدوا متربصا، ثم دلنا بعد ذلك على هذا العدو وخطته واستراتيجيته، كيف يشتغل كيف يعمل، ما هي وسائله ما هي أهدافه بطبيعة الحال، لنستعين بذلك إن كنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وإن كنا مهتدين مسترشدين بالوحي الذي أنزله على رسوله، نستعين به في توقي مكايد وضربات وطعنات هذا العدو، هذا العدو المبين كما سماه الله سبحانه وتعالى. في سورة النساء قال الله سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. إذن الشيطان من أكثر من الضلال، تعرفوا الشيطان لم تعرف الشيطان نفسه كيف ضل، كما قلنا سابقا الشيطان أكرمه الله سبحانه وتعالى، خلقه الله تعالى كما خلق آدم وخلقه قبل آدم وأكرمه الله سبحانه وتعالى كذلك أكرمه لأنه كان يعيش مع الملائكة الأعلى وربي سبحانه وتعالى، لكن لا بد أن نتعلم أن أخطر أسلحة إبليس التي يطعن بها الناس هي الأسلحة التي طعن بها هو، وأخطر مطبات إبليس التي يوقع فيها الناس هي المطبات التي وقع فيها هو. شنو هي المطبات؟ ابتدأت طبعا بالتمرد على الله سبحانه وتعالى، وهذا التمرد كان وراءه ماذا؟ الكبر والاستعلاء والتفاخر بالعنصر، أنا خير منه، من هنا بدأت هذه الآفة، وهي التي لا زال يهلك بها الناس الآن، هي التي لا زال يهلك بها الناس الآن. وهذا الكبر تفرع عنه ماذا؟ الحسد، يرى نفسه أفضل، وبعد ذلك إذا رأى النعمة على غيره لم يسلم لله سبحانه وتعالى في ذلك، وإنما يعارض قسمة الله سبحانه وتعالى وتقديره وما أنعم به على خلقه. فهو هذا
لكن الخطيئة اللي هي أكبر من هذا أو التي جاءت بعد ذلك أو التي أفاضت كأس الطغيان عند إبليس هي عدم رجوعه إلى الله وعدم توبته إلى الله تعالى حينما نبه، لما قال الله تعالى ما منعك ألا تكون مع الساجدين، ما منعك ألا تسجد إذا مرتك، لما الله سبحانه وتعالى قال له ذلك لو كان عدو الله فيه خير، يعني إنسان يمكن يكون تقي مؤمن تقي وقد يخطئ، ولكن المؤمن وصف الله تعالى بأنه أواب رجاع تواب إلى الله تعالى، بمجرد قد يسهو قد يغفل وقد يعصي الله تعالى وقد يخطئ، لكن تكفيه الإشارة تكفيه القرصة الصغيرة تكفيه التنبيه الصغير بسرعة رجاع إلى الله تعالى يفر إلى الله تعالى، هذا هو صفة التقي. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال والذين لما ذكر عباد الرحمن في سورة الفرقان قالوا الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يمروا عليها كأنهم لم يسمعوها، لم تأخذوا بهذا الكبر أبدا، بل يرجعون إلى الله تعالى. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك في حق المتقين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ويمسهم الطائف وقد يغفل قليلا ثم يتذكر فإذا هو مبصر. وقال الله تعالى كذلك في وصف المتقين في سورة العمران قال لنا الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذا صفة الضد كالطبق على أبينا آدم عليه السلام، لأن أبونا آدم أخطأ، لكن لما قال لي الله سبحانه وتعالى نباه كما نباه إبليس، قال الله سبحانه وتعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، مجرد ما قالها في الحين والتو قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. كاش كان شي واحد تعلم شي واحد كان غافل، تصوروا معايا شي واحد أحدهم يسوق سيارته فتأخذه وهو صائر غفوة قليلة فتكاد السيارة تنحرف به ويدفع مالا تحمد عقباه، فيأتي أحد فينبهه بمنبه أحد من ورائه ولا كذا منبه صغير جدا يستيقظ ويمسك المقود ويرجع إلى الطريق. هذا صفة المؤمن التقي، لأن الأصل ديالو الأصل هذه المعصية أو هذا الخطأ الذي خطأه ليس من أصله، هو انحراف في الطريق وخطأ عطرة في الطريق يرجع مباشرة إلى الصواب وإلى الطريق، بينما اللي متأصل فيه الشر متأصل فيه الخبث ماذا يفعل؟ يفر إلى الأمان، لا يفر إلى الله ولكن يفر من الله ويبدأ فيما فعل إبليس. هذه خطيئة أخرى ديال إبليس نضيفها وهي ما نسميه هو المنهج التبريري. ما هو المنهج التبريري؟ المنهج التبريري هو أن الإنسان كيبدأ كيبرر في الخطأ دياله، أخطأتي اعترفت من الله سبحانه وتعالى، لكن أنت تصنع لي مبرر الخطأ ديالك وتصنع لي فكر معين وتقول لي لا درتها، فهمتيني؟ حال شي واحد مثلا يعني سقط به الكرسي، بدأ يترنح في الكرسي فسقط به الكرسي، فبدل أن يقول بأنه سقط الكرسي وإلى آخره والحمد لله على السلامة يقول لك لا أنا تعمدت أن أسقط الكرسي، أنا كنت أريد أن أجرب هذا النوع من الكراسي أنا فعلتها، هذا هروب إلى الأمام. فإذا هذا إبليس عدو الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا فرضا. من بين الأمور التي قص عن الله سبحانه وتعالى كيف أن عدو الله هذا من خبثه تبجح أمام الله تعالى معلنا استمراره في عداوة آدم، بل أخطر من ذلك لأن دائما الكفر ليس نوعا لا يصنف ضمن لا يصنف الكافر ضمن أولي الألباب وأولي العقل، والكفر ومنهج الكفر ليس من الذكاء ومن العقل في شيء،
الكافر غبي بطبيعي لأن اللي الفم الفم الذي كان الذي قال لله سبحانه وتعالى لما قال قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون ياك والله استجاب له وأعطاه الإنذار أي الإمهال إذا بعثوا ولكن لو كان ذكيا لقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون أتوب إليك وأعمل صالحا غير الذي كنت أعمل كان يمكن أن أنهم أعطيت له كان يمكن أن ينجو بها فيقول يا ربي لئن أمهلتني وأنظرتني يا ربي لا أعبدنك حق العبادة ولا أعود إلى ما كنت فينقذ نفسه لكن عدو الله ماذا قال تصور معايا أن الواحد يكرس الحياة ديالو كلها بهدف خبيث وتافه ومهلك له هو أولا قبل أن يكون مهلكا لغيره كل هذا الإنذار إلى يوم يبعثون المدة كاملة لاش فقط ليضل آدم وذرية آدم أي هدف هذا يضعه الإنسان لحياته أي هدف يضعه لحياته وهذا للأسف أنا أذكر لكم هذه الأشياء التي وقعت إبليس لأن نظيرها أوقع فيه إبليس بني آدم وأنتم ترون هذا الأمر في واقع الحياة إذا من تبشحه أن يقول لله سبحانه وتعالى لأتخذن من عبادك نصيبا هو يعترف ويعلم لأن هذا كفر مع العلم كفر مع الإصرار ومع العلم ويعلم أن هؤلاء عباد الله سبحانه وتعالى ويعلم أنهم هؤلاء يجب أن يعبدوا الله وحده مدام عباد الله لكن يقول بأنني سأسرق من عبادك سأغتصب وأختطف من عبادك نصيب جزء من هذه العباد أغتصبهم فيعبدونني دونك هؤلاء الذين كرمت علي وكذا سأريك كأنه يقول لله سبحانه وتعالى سأريك بأن هؤلاء لا يستحقون ما كرمتهم به هذا هو المقصود دياله وهذا منهج سبحان الله العظيم كاين عند البشر البشر اللي كيستولي عليه الشيطان اللي كيكون خبيث بدل أن يبذل جهده ليتميزه تلقى كل جهد ديالو لإسقاط الآخرين تعرفوا احنا مثلا في أي مجال من المجالات إذا كانت بيننا منافسة مثلا في إدارة في عمل في دراسة مثلا بين الطلبة في دراسة في الحياة العامة مثلا هذه المنافسة طموح الإنسان أنه يريد أن يتميز لكن كيف أتميز؟ كي جوج ديال الطرق إما أن أبذل جهداً إضافياً لأكتسب سرعة أكبر فأعلو فأتقدم على الناس في هذا السباق هذه واحدة وإما أنني ما غنبذلش مجهود باش أنا نزيد في السرعة ديالتي ولكن أرمي العوائق في طريق الآخرين لكي يتأخر إذا جهد الحوايج بدل أن يبذل مجهود ليتقدم ويبذل مجهود ليؤخر الآخرين وهذا اللي كيعملوا به الناس كثير من الناس لما تخبط نفوس تلقى بأنه لو أنه المجهود الذي يبذله لطعن الناس ولتشويه سمعتهم ولعقلة سيرهم ومشاريعهم هذا المجهود يكون يبذله هو ما يضيعش وقته ويبذله مجهوده هو باش يرقي الحال ديالو هو لنفعه أكثر ولا وصل لكنه مشغول هنا من خبته كثير من الناس بشيء واحد هو كيف أن يعقل الذين معه وأنا كنت أقولها للطلبة من بداية في بداية السنة دائما الدراسية كان قل لهم تعاونوا مع بعضكم بعض وإياكم أن تقعوا وأن تعملوا بما يسمى ما سميته أنا استراتيجية المجداف تعرفوا شنو هي استراتيجية المجداف؟ تعرفوا المجداف؟ هذا اللي كتمشي به الفلك المجداف علاش مبنية الحركة ديالو؟ يدفع الماء إلى الوراء لكي يتقدم هو إلى الأمام بعض الناس يفكرون بعقلية المجداف عليه أن يدفع كل من حوله إلى الوراء لكي يتقدم هو إلى الأمام لا يفكر أنه بالعكس لو أننا نحن تعاوننا جميعا نتقدم جميعا والذي يبذل مجهودا استثنائيا بصحته يمكن أن يتميز علينا وبصحته السهل لكن هذه ايضا من الزلات او من سقطات ابليس التي يقتل بها قتل بها ويقتل بها بني ادم وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم دابا الان
قلت لكم واحد ربعة المراحل ديال استراتيجيات إبليس. هذه المراحل الأربع نلحظها عند الأفراد ونلحظها عند الأمم. تيني نلحظها عند الشخصية الفردية وعند الشخصية الجماعية عند الأمم. وأنتم كما قلت لكم يمكن أن تلحظوها أنها موجودة، والتاريخ يبين لكم أنها موجودة، ويمكن لكل أمة أن إذا أردت أن تشخص حالها أن تتبين في أمر أي مرحلة إذا كانت تسير على خطى إبليس في أي مرحلة هي، في أي مراحل المراحل وصلت إليها. المرحلة الأولى قلنا هي مرحلة إضلال، وهي قلت هذه استراتيجية من استراتيجيات الصيد عند بعض المفترسات، وهي أنها منذ البداية تضرب فريستها ضربة تجعلها يعني مضطربة وفاقدة لتوازنها وفاقدة لقوتها على معرفة طريقها ومعرفة ما تفعل، إما بضربة كما نقول بالضربة الجسدية بالقوة، وإما أحيانا بسم، وإما برائحة أو إفرازات تطلقها، فتجد بأن الفريسة تترنح فتفقد الهدى وتصبح في ضلال لا تدري ما تعرف. هذا هو الضلال. الضلال هو أن يفقد الإنسان البوصلة، ما يبقاش عنده، ما يبقاش عارف راسو أين هو. هذه المرحلة الأولى قبل أن تدعو عدوك أو فريستك وتمسكها، أول شيء اجعلها ضالة فاقدة لهذا المخطط ديال السير ديالها، لا تدري إلى أين تسير. بعد ذلك سننتقل إلى المرحلة الثانية. إذا لا أضللنهم، وهذا أيها الإخوة هذا الاشتغال في هذه المسألة هو الاشتغال اللي يشتغل عليه إبليس وجنود إبليس من خلال مثلا أعطيكم مثال، من خلال مثلا الشبهات. الشبهات، من الذي يعني أنفق أموالا طائلة طائلة بمعنى الكلمة في البحث عن الشبهات لإضلال المسلمين؟ من أكثر من فعل ذلك؟ هي الكنيسة. كيف؟ الكنيسة عندها أموال كثيرة جدا، ثروة الكنيسة لا تقدر بقدر وليس لها حد. فالكنيسة هي التي مولت حملات الاستشراق، ما يسمى بحملات الاستشراق. شنو هي حملات الاستشراق؟ حملات الاستشراق هو أن ناس من الغرب، يعني من هذه الدول اللي نصرانية أو منسوبة إلى النصرانية، ناس تشجعهم لكي يتخصصوا في دراسة الإسلام، أولاً تعلم اللغة العربية، دراسة اللغة العربية ودراسة القرآن والحديث والعلوم الشرعية، ليس للاهتداء، ولكن المهم اللي كانت تعطيهم درسوا لنا القرآن وأخرجوا لنا أين يمكن أن نطعن، أين هي الأمور اللي هي مشتبهة يمكن من خلالها أن نطعن حتى نشكك المسلمين في دينهم. وكذلك بالنسبة للحديث، وكذلك بالنسبة، وهذو الناس اشتغلوا لقرون أهل الاستشراق وألفوا كتب، شبهاتهم كثيرة جدا معروفة، رددها بعد ذلك من؟ من؟ تلامذتهم من أبناء الدول الإسلامية. مصر أولا، وعندنا هنا لا يسمون احنا بالمثقفين المتغربين والحداثيين وغيرهم، وهي شبهات قديمة جدا، الأصل من كتبها في البداية أو من اخترعها أو من أوحاها إليه الشيطان، شكون هما؟ هما المستشرقين، وكتبوها وتلمدوا عليهم الناس. ولذلك في وقت من الأوقات الدول الغربية كانت كتقول الدول الإسلامية أولها مصر. لا إله إلا الله.
إذا قلت لعلمكم من يتتبع تاريخ ديال الأمة الإسلامية خاصة في العصر الحديث، في واحد الوقيته من الوقت كان كيتعرض على الدول العربية، كيتعرض عليهم أنهم يأخذوا منهم كيقولوا إذا بغيتوا النهضة في المرحلة اللي كيسميوها مرحلة النهضة العربية أو سؤال النهضة، أصبحوا كاع الدول العربية العالم الإسلامي استفق على واحد الواقع ديال التخلف وعلى أن الدول الغربية قطعت أشواطا في هاد الإنجازات المادية العلمية والمادية وكذا إلى غير ذلك. فكانوا كيقولوا لهم إذا أردتم أن تلحقوا نحن نساعدكم، وهذا كان صوت الشيطان الذي يتكلم على لسان هاد الغربيين، نساعدكم. كيف نساعدكم؟ أول شيء يجب ابعثوا لنا، احنا غنعطيكم مجانا ونمول لكم بعثات لطلاب منكم يأتون إلينا بمنح، نعطيهم منح ويجوا عندنا يقرأوا عندنا في البداية في الجامعات، وتخرج بهذه الكفية واحد جيل أول الذي عاد إلى البلاد الإسلامية فيكتب كتابات هي مجرد رجع الصدى لما تلقاه هناك، تتلمذوا على المستشرقين وجاءوا بالشبهات. ولعلكم من يتبع ذلك، أسماء كبيرة جدا اشتهرت، لعل من أشهرها طه حسين وغيره إلى غير ذلك من الأسماء التي اشتهرت. هذا كله مشاو التما باش يقراو، ولكن كان المقصود أنهم يتشحنوا فرجعوا مشحونين وما عندهمش مناعة ولا حصانة، ورجعوا يبثون هذه السموم. سموم ماذا؟ الشبهات. ماذا تفعل الشبهات؟ الشبهات لا تجعلك تصبح نصرانيا، ولكن تجعلك تشك فيما أنت عليه، كأنهم يقتلعونك من جذورك. ولهذا في مؤتمر ديال المبشرين بداية القرن اللي فات، مؤتمر كبير عالمي كبير ديال الهيئة العالمية ديال التبشير، في بداية المؤتمر في الكلمة التوجيهية لكبيرهم قال لهم في الكلمة التوجيهية: ليست مهمتكم أيها السادة، كيتكلم عن المبشرين اللي غينتشروا في العالم الإسلامي خاصة، ليست مهمتكم أن تجعلوا من المسلمين أو أن تحولوا المسلمين إلى النصرانية، مهمتكم أن تخرجوا من الإسلام دون أن تدخلوا في النصرانية، يعني في المنطقة بين أن يقتنع من جذوره ويسلم. هذه مرحلة الإضلال ما بقاش عنده هوية، والآن نحن نعيشها مع الإنترنت، نعيشها. كثير من الناس يشتكون، وكثير من الحالات أنا عرفتها شخصيا، شباب من كثرة ما تلقوا وليست لهم مناعة ولا حصانة أصبح يشك في كل شيء، يشك في القرآن ويشك في النبي صلى الله عليه وسلم ويشك في كل البديهيات اللي كاينة عند المسلمين. يقول لك وشكون اللي قال لنا بأن هذا الشيء صحيح؟ وشكون اللي قال لي بأن القرآن كذا؟ ومن قال لي بأن كذا؟ ومن قال لي بأن الجنة ستكون؟ ومن قال لي بأن الآخرة كذا؟ فيشككونه في كل شيء. لم يصبح نصرانيا ولم يصبح يهوديا ولم يصبح، ولكنه يدخل في منطقة من الشك، هذه هي منطقة الضلال لا أدير لأنه، ويصبح بالتالي فريسة سهلة يمكن الإمساك بها بشكل إنساني. المرحلة الثانية ولأمنينهم، مرحلة التمني. شنو مرحلة التمني؟ الآن وهو ضال، الضال كالغريق الذي يتعلق بقشة، الغريق الإنسان اللي تغرق إلى الخاخر عود يشد فيه يقول لعله عسى العود يجرب من فوق، يعني هو يحتاج إلى من يعني. ولذلك أنتم رأيتم أن موسى عليه السلام لما كان ضالا في الصحراء وهو راجع رأى نورا أو نارا على جبل، فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبص وأجدها على النار هدى، لأنه مسكين كان في واحد وضعية ما بقاش يعني في ليلة مظلمة ظلماء وبرد شديد وكان تائه عن الطريق، رأى نورا صغيرا على جبل فترك أهله وذهب إلى ذلك النور لعله يعني يتمنى أن يجد على النار الهدى. فلذلك هؤلاء كدوزوا معهم مرحلات، أو الشيطان يمر بهم إلى مرحلة الأماني. الأماني هي وعود كاذبة، أو معتقدات كاذبة يتعلق بها الإنسان وهو في نفسه شيء يجعله يصدقها وإن لم يكن عليها دليل، يصدقها
لأنها يعني توافق هوى في نفسها. هذه الأمان، هذه الأمان. الإنسان يحسب واحد حسابات كاذبة وليس عليها دليل، يعني مجرد أمان. ولذلك اليهود والنصارى، اليهود والنصارى مما أهلكهم وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. من أين جئتم بهذه؟ من أين جئتم؟ أماني. يقول له الحق سبحانه وتعالى تلك أمانيهم، هذه مجرد أماني، والأماني ليست من الحق في شيء، إنما هم أحبوها، مناهم الشيطان فأحبوا الأمنية ففي نفسهم رغبة في أن يصدقوها، فإن تكون حقا فصدقوها. وهذا المشكل وقع في الأمة الإسلامية الآن، وحتى طوائف كثيرة في الأمة الإسلامية. أنا لن أذكر الأسماء حتى لا أدخل في حرج مع أحد، ولكن سترون طوائف كثيرة في الأمة الإسلامية أخذوا طريقا حتى في يسمونه في التدين لا علاقة له بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤصلون له ويسيرون عليه ويبذلون فيه المال والجهد وكل شيء، وفيهم اللي شاب شاب حتى انحنى ظهره واللحية ديالو وصل هنا بيضاء وكبير وباقي متعلق به ومتشبت به إلى أن يلقى الله تعالى، وهي مضيعة للعمر ومضيعة للوقت. ليش؟ لأنه بعيد جدا عن داش أخذه الشيطان، أخذه بالأمان. على صعيد آخر، لما تكلمت لكم على عصر النهضة وكذا، يعني تكلمنا عن الإضلال ديال الشبهات وديال هذه البعثات، ما الذي قادهم الشيطان بعد ذلك به؟ ما هي الأمان؟ شنو هي الأمان؟ هي أن يمليهم بالنهضة. يقول أنتم أيضا ستصبحون دول متقدمة، ولذلك صنعوا لهذه الأمان مصطلحات. تسمعون كلمة دول نامية والدول غير نامية، دول سائرة في طريقة النمو، اللي احنا من كثرة ما كانت تتردد في نشرة الأخبار، وسبحان الله العظيم تصنيف ماشي احنا اللي عملناه وماشي حقيقي، هم الذين عملوا، ولكن من كثرة ترديده أصبحنا احنا كنوصفوا به نفوسنا. كتلقى بأنه واحد منا من المغرب ولا من مصر ولا من الجزائر، يقول احنا بكل افتخار احنا من الدول النامية. وشكون هم الاخرين؟ الاخرين الدول المتقدمة، جعلتهم متقدمين وصنفت نفسك انك متخلف، ولكن بالامان انت سائر في طريق التنميه، غير تبعنا غير تبعنا احنا غنوصلك. هذه الامان امنيك، ارسم لك صوره ورديه غير حقيقيه ونقول لك غير تبعني غير تبعني وانا غنوصلك. بحال هذاك اللي كيسوق كيسوق البهيمه ديالو شاد مربع اخضر وكيجر في البهيمه ديالو سقاو هي تابعه، هو تيجرها باش يوصلها لواحد البلاصه معين لمكان معين يذبحها، وهي تقول غير تبعني. هل حنا غير في عمرنا اللي عقلنا فيه حنايا من هذه 50 عام او كذا اللي وعينا فيها بالنسبه للجيل ديالنا وحنا تنسمعوا هذه الكلمه ديال الدول السائره في طريق النمو؟ هل وصلنا الى النمو؟ هل وصلنا الى ما كانوا يعيدون به؟ اذا جوج حوايج، اما الطريق اللي حنا مشينا فيه هذه 50 عام ولا 60 عام غلطه، واما ما كاينش فيها النمو، راه من البدايه المساله. فلاحظنا ان هذه الدول لم تزدد الا ديونا والا غرقا والا تخلفا والا تأزما. اين هو هذا النمو؟ امان يعدهم ويمنيهم، لان دائما الوعود الشيطان لا تاتي، اما تاتي منه مباشره بالوسوسه، واما ان تاتي من جند الشيطان في شكل برامج، في شكل مشاريع، في شكل فكر الى غير ذلك. إذا ويمنيهم، يعدهم ويمنيهم، والله تعالى حكم وأخبر، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ما وصلوا لشيء. أين هي الوعود؟ بالنسبة لبيت المقدس وبالنسبة للموضوع ديال فلسطين اللي كيشغلنا احنا كاملين، من 48 الآن مؤتمرات وندوات وبلاغات وبيانات وكذا، كلها ماذا كانت تعني؟ دائما كانت تمني بالسلام دائم للمنطقة كلها، والتقدم للمنطقة كلها، والدولة التي تعيش في أمان مع الدول مع بعضها البعض، وهذه الحلول كلها هل تحقق منها شيء؟ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أمان بعد الإضلال تأتي مرحلة الأمان الشيطان لكي يأخذك في مسلك معين، لما تتبعه في هذا المسلك لمدة معينة الشيطان يكون مستتر يسوقك بالأمان،
ياك هذا على مستوى الامم وعلى مستوى الافراد كذلك. ردوا بالكم لان ملي كنذكر هذه الخطط ديال ابليس راه كتصدق علينا حتى هنا في الافراد. ها ابليس يضل العبد ويلقي عليه الشبهات يمنيه غير اعمل هذه وما تكون كذا. ها غير اعمل هذه. اخوه يوسف هم ابناء النبي وكانوا يرتكبون جريمه قتل، صح ولا لا؟ ها صح. كيف قادهم ابليس الى ارتكاب الجريمه؟ كيف قادهم اليها؟ وتكون من بعده قوما صالحين. احيانا الاماني تكون اماني اللي هي كتبان لك مشروعه، غير قتلوه وغتستغفروا وغتوبوا غيغفر لكم الله وغتكونوا قوما صالحين. مجرد اماني وهو يورطك اكثر فاكثر في هذا الطريق. اذا المرحله الاولى الاضلال، المرحله الثانيه الاماني. فاذا تولاه الفرد او الامه وسارت وراءه في طريق الامان هذا لمده معينه وهو مستتر يسوقها بالامان يعني بشويه بشويه غير باللين، سننتقل من اسلوب اللين الى اسلوب ماذا؟ الى اسلوب الاجبار. المره الاولى غير الحزاره، ولكن من بعد لما يتمكن منك ويتمكن الحبل من رقبتك وتصبح غير قادر على الافلات كيتبدل الاسلوب. شنو هو اللي جا بعدها؟ ولآمرنهم. دخلنا في مرحلة الأمر، لم يعد إبليس فقط يسوقك بالأمان، لا، ولآمرنهم. والأمر من أين يكون؟ يقولون في اللغة بأن الأمر دائما من الأعلى إلى الأدنى. اللي كيأمر هو الأعلى، واللي كيتلقى الأمر وكينفذوه هو الأدنى. هذا هو الترتيب. إذا أصبح عندنا واحد الترتيبية وأصبحت والأمر لمن يكون؟ الأمر يكون للجند لا يكون للقادة، يكون للجند. لن تعود تملك حينما تصل إلى هذه المرحلة سواء كنت فردا أو أمة، لن تعود تملك من أمرك شيئا، لن تعود. أصبحت تتلقى الأمر. لماذا؟ لأنك أصبحت من الجند، من جند الشيطان. لن تبقى مستهدفا فقط من الشيطان بالإغواء والإضلال، ولكن أصبحت من جنده. ولآمرنهم. احنا مرينا في العالم كله من غير الافراد في موضوع الامم، دخلنا في مرحله الامر من زمان. احنا من قبل كان كل شيء غير على مستوى الامم، الان كانت غير بالاماني وبالاغراء وبالوعود ونحن نساعدكم وعندنا الجانب، عندنا ناس تقنيين واطار التعاون ديال الدول الصديقه وهي تاخذكم والمنظمات، أسماء كثيرة جدا تتخفى وراءها المشاريع الشيطانية فتأتي بك تقول لك أنت احنا غير إني لك ناصح أمين. أنتم عندكم مشكلة ديال النمو وهذه المشكلة ديالكم راه سببها السكان. عندكم كثرة عدد، كل ما حاولتوا تحلوا المشكل إلا وسكانكم كيتزادوا بزاف، وبالتالي كنصحوكم حنا نعملوا لكم دراسات وهذه الدراسات ونتائجها والى اخره. كتكون بالمساعده، كتكون بالاماني. تعرفون ان تحديد الناس اللي عندنا كذلك كانت من اكثر الممولين ديالو الكنائس، لانهم مهتمين بزاف بالتوازن السكاني في العالم. وهذه الكنائس حنايا لمده طويله جدا مثلا في المغرب المشاريع ديال تحديد الناس من مده طويله جدا هي مشاريع اللي كانت بالنسبه لنا احنا مجانيه، لا تكلفنا نحن شيئا. كتذكروا يمكن الشباب ما يعقلوش، ولكن انتم كتذكروا بان كان الاشهار ديال هذه الحبوب ديال منع الحمل التي كانت توزع مجانا، عارفوا واش مازال كتذكروا الكيله الهلال وكذا والى اخره، وكان الممرضين ياخذون تعويضات وكانت تعطى لهم حتى درجات ناريه باش يدخلوا من الدواوير لتوزيع وسائل منع الحمل وميزانيه ديال كل هذا بما فيها الثلاجات التي توضع فيها التلقيحات وكذا في المستشفيات، كانت كلها تاتي من مؤسسات دوليه اللي هي القناع تاتي الى ذلك. لكن دابا الان لا، بعد ذلك وبعد المؤتمر ديال السكان ديال بكين وبعد واحد عدد ديال المعاهدات التي اجبرت الدول على التوقيع عليها، اصبحوا كيتكلموا معاك بلغات ولآمرنهم. كيف؟ يبعثوا له تقول لك الله يخليك انت وقعت على اتفاقيه دوليه وعليك الالتزام بالمواثيق الدولية والا ماذا؟ العقوبات الدولية. احنا دخلنا في مرحلة الامر. ولآمرنهم فلا يبتكن اذان الانعام.
يبتكون أذن العام. هذا هو مثال على ما كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية الأولى، وهو التحليل والتحريم والتشريع بغير إذن من الله سبحانه وتعالى. لأن هذا التبتيك ديال أذن العام، تبتيك ديال أذن العام وتقطيع أذن العام، كانت مثلا على سبيل المثال أعطيتكم مثال في المرة السابقة، مثلا بعض يضعون شروطا معينة، يضعون هكذا لا أصل لها ولم يزيد بها وحي ولا أي شيء. يقول لك مثلا الناقة إذا ولدت إذا كانت نعم خمسة بطون، إذا كانت لها خمس ولادات وأنجبت الخامس ذكرا، هذه مولها ما تبقاش ديالته، هذه تهدى للآلهة، الشرك بالله سبحانه تهدى للآلهة وتصبح وقتا على الآلهة، ويعلمونها بهذا التقطيع ديال الأذن، هذا الأذن ديالها إلى غير ذلك. ولكن المقصود بصفة عامة هو التحليل والتحريم، وذكرت القرآن الكريم في باب ذكر أن من الشرك أن يحلل أحد أو يحرم دون سند من وحي ودون إذن من الله تعالى. قل الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ من أين تحرم؟ من أنت؟ هل أنت إله حتى تحرم؟ حتى تمنع أو تبيح شيئا معينا؟ هذه خاصية من خصوصيات الألوهية، من دعاها لنفسه فقد ادعى الألوهية. فلذلك القرآن جاء بها في هذا الصيام في ذكر هذا النوع من الشرك، شرك ديال التشريع وديال التحليل وديال التحريم. ولآمرنهم فليبتكن آذان العام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذه أيها الإخوة هي اللي كنا وصلنا لها المرة، للأسف أن الحديث أخذنا هنا وهناك ولم نصل إليها إلا في نهاية الوقت، وهي المرحلة الخطيرة الأخيرة اللي احنا فيها الآن. نعم ممكن نرجع إليها إن شاء الله في قابلين، ولكن أشير إليها فقط في دقيقتين أو ثلاث، أذكركم فقط بأن هذا هو موضوع الساعة. هذه المرحلة إن شئتم المجتمعات المتقدمة في الوقوع في شبات الشيطان وفي عبادة الشيطان وصلت إلى هذه المرحلة، وهي تحاول أن توصل المجتمعات الأخرى بما فيها المجتمعات الإسلامية والمسلمة إلى هذه المرحلة، مرحلة تغيير خلق الله. الآن المضاهات ديال الشيطان لله سبحانه وتعالى، وأنه ينصب نفسه إلها من دون الله، وأنه يريد أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، هذا المشروع ديال الشيطان اللي موجود على الأرض دخل في مرحلة خطيرة منه، مرحلة تغيير الخلق ديال الله سبحانه وتعالى، سواء كان التغيير الجسدي أو التغيير الخلقي. التغيير أنا أعطيكم غير مثال فقط، واقفوا عند هذا الحد، إن هذا هو المشروع الخطير اللي إحنا كنعيشوا دابا الآن، واللي مازال جاي هاجم علينا اللي ما كناش واعيين به بزاف. التغيير الخلقي بدأ بالتلاعب بالجينات، ما يسمى به الهندسة الوراثية، تلاعب بالجينات البشرية. كيقول لك لا احنا كان مراكز للابحاث لكي نصنع انسانا من هذا النوع ولا من هذا النوع ولا الى غير ذلك. والتلاعب كذلك حل ما تسمعون به من تغيير البنيه الجسديه والفيزيولوجيا للذكر لكي يصبح انثى، كان تعطى هرمونات انثويه لواحد مخنث حتى يبرز له تديان مثلا، ويغيرون جهازه التناسلي كذلك في عمليات جراحية تجرى من أجل هذا القبيل، اشتهرت فيها بعض الدول وبعض المراكز كبيرة جدا، هذه من النماذج المتقدمة في تغيير خلق الله. ولكن أخطر من التغيير الخلقي هو التغيير الخلقي. للأسف أن التغيير الخلقي واضح وبين، التغيير الخلقي أخطر منه بزاف. وكيف تجعل الإنسان مثلا يلقينا في هذا الموضوع ديال الذكورة والأنوثة، كيف الله تعالى وضع نظاما معينا وقال لك من كل شيء خلقنا زوجين اثنين، وقال تحديدا بالنسبه للبشر بانه خلق من ذكر وانثى، اذا من بدء الخلق من اصلين. فتاتي انت فتكسر هذه القاعده وتقول بان ذكر وانثى في مجتمع
ليست مسألة خلقية. الناس ما تولدوش هادو ذكور هادو إناث، لا، هذا كيسميو التنميط الاجتماعي. ما معنى التنميط؟ حنا اللي في المجتمع درنا عادات كنبزو على واحد الطفل كندخلوه في القالب وفي الماكينة باش يقتنع بأنه أنثى أو يقتنع بأنه ذكر. أما عندهم في النظرية الجديدة اللي فرضوها الآن ووصلوا فيها إلى مرحلة الأمر ووقعت الدول على اتفاقية ميشينيا، إذا كتسمعوني أنا ما كيسميو شي اسميات، عامة الناس ما عارفينوش اش كيعنيو. بحال اللي كيسميو المقاربة ديال الجندر، هاد المقاربة هادي اش كتعني؟ كتعني أنك ما تبقاش تدوي على ذكر وأنثى، وما تبقاش تربي الأطفال على أنهم ذكر وأنثى، وما تبقاش تفرق بيناتهم على أنهم ذكر وأنثى، بما فيهم ولادك، بما فيهم في المؤسسات التعليمية، في كل شيء. لا، إنسان، عندنا كل شيء إنسان، كل شيء، ولكن هذا الإنسان كان المجتمع تفرض عليه باش يكون أنثى وفرض عليه باش يكون ذكر. الآن يجب أن نعطي الاختيار لهذا الإنسان منذ الطفولة، نوعيه بالحق ديالو في أن يختار أي ما يريد أن يكون. أنت إنسان ولكن اختر أي نوع تريد، هل تريد أن تكون إنسانا من نوع ألف أم تريد أن تكون إنسانا من نوع باء؟ هذا الذي وصلنا إليه الآن. وأكثر من ذلك بعض الدول مشات فيه بعيد في هذا المشروع، لأن ما بقاش غير مسألة ديال دعاية وأفلام ومسلسلات وكذا التي تدعو إليه، ولكن دخلت إلى مرحلة تشريعه قانونيا، وضع التشريعات التي تجرم من يفرض على الطفل أن يعتبر نفسه ذكرا أو يعتبر أنثى، أو حتى من يحدثه ويقول له بأن الله تعالى خلقك ذكرا أو خلقك أنثى. هذه بعض الدول وصلت إلى مرحلة وضعها في قوانين، والمعلمين والمعلمات في المدارس يكلمون الأطفال عن هذا الموضوع من البداية ويشرحون لهم المسألة بهذا الشكل، بأنك أنت راك الآن عندك حرية الاختيار بحكم القانون أن تختار نفسك ذكرا أو تختار نفسك أنثى من ألف، من نوع ألف أو نوع باء. فإذا عارض طفل وقال إن أمي قالت لي كذا وإن أبي قال لي كذا، هنا يتدخل التشريع والقانون ويخبر تخبر الشرطة ويتم اعتقال الآباء أو يتم سحب أخذ الأبناء منهم بحكم القانون، بحكم المحكمة أخذ الأبناء لكي يربوا في مراكز بعيدا عن والديهم، باعتبار أن هذا جرم، أن هذه الوالدين يرتكبوا الجرم في حق الأبناء. دخلنا في مرحلة متقدمة من مرحلة ولا أمرنه التي وصلنا إليها فلا يغيرون خلق الله. سأل الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياكم سبحانه وشاهدنا ويغفر لنا وإياكم ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما صلى الله أعلنا إنه سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.